Education is not a luxury but a necessity. الثقافة منا علي من الرفاهية بل حاجة لكل إنسان. من هالمبدأ أطلق ضيوفنا مشروع بعنوان MGC مركز التعاضد للشباب والثقافة مفهوم جديد للتعلم والثقافة. رح نتعرف على كل تفاصيله مع ضيفتنا. برحب بمديرة المركز جوزيت حداد، أهلا وسهلا فيكي. والمعالجة النفسية آية مهنا، أهلا وسهلا فيكي. مركز MGC انطلق من فترة قصيرة ومن خلاله عم بتطبقوا في مفهوم جديد للتعلم والثقافة، شو كانت الرؤية وراء هالمركز؟ هلا هي الفكرة الأساسية، نحن انطلقنا من خبرتنا كمعلمين بجامعيين وبالمؤسسات المدرسية. الفكرة إنه في حاجة لتعليم، بس تعليم بما يخص الحاجات خاصة لكل تلميذ، اللي هو ما لانه في كثير تلاميذ بالصفوف، ولانه ما في مواكبه خاصه لهالحاجه. حبينا انه نعطي هالوقت ونعطي هالرغبه للتلميذ انه يحب يتعلم، يحب يقرا، يحب يدرس. جزات هون عم نحكي عن التلاميذ او الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلميه، يا صعوبات تعلمية، يا صعوبات نفسية، يا صعوبات خاصة مع الأشخاص اللي عم بيعلمون. أوقات في كسل، أوقات في عدم الرغبة، أوقات الأستاذ مش حابينه، أوقات ما عندهم وقت. يعني من خلال خبرتك إن كان بالتعليم أو بالاقتصاد وخبرتك بالعلاج النفسي، اكتشفت أنه في عنا نقص بلبنان، ومن هالمنطلق حبيتوا تعودوا إذا بدكم عن هالنقص من خلال إنشاء هالمركز. شو هي الأشياء الأساسية اللي بتأمنوها بهالمركز أيضا؟ غير المتابعة تبع التلاميذ الجامعية والمدرسية ومتابعة خاصة بكل شخص، اللي منقدمه كمان هو متابعة نفسية للي بحاجة. وأكيد يعني كوني معالج نفسي بعتبر أنه مش من مكان لازم يتعالج نفسيا، بقى أكيد نحن اللي بنعمله أنه بنعمل مثل evaluation، بنعمل دراسة مزبوط لكل شخص، تشخيص أو مثل متابعة أكثر تنقدر نفهم شو الحافز يلي رح يخليه يدرس أحسن، أو شو المشاكل يلي ببيته بمجتمعه بحاله عم بتعيق نمو. يعني شو هي العوامل النفسية إذا بدك اللي ممكن تكون عم تأثر عليه أكاديميا للولد؟ أوقات بيكون في عوامل يلي هي مثلا بيكون قاطع بفترة المراهقة، بحس في ضياع، أوقات بيقطع بفترة مثل كآبة، لأنه إحنا ما لازم ننسى أنه الأولاد كمان أوقات بيكون عندهم كآبة، لأنه يمكن في وضع خاص عند أهله أو بالمجتمع تبعه أو ببيئته أو بالمدرسة. ما بدنا ننسى أنه هلأ صار في كتير كمان حتى كمراهقين بالبعض أوقات بيعملوا انفلونس يعني نيجاتيف على حالهم. هيدا بالشق النفسي والدراسه. كمان نحن بنقدم للخدمات او مثل فرص ورش عمل للشرك، مثلا الشركات يلي حابين مثلا يشتغلوا على حالهم، على ينموا طاقات اليوميه تبعهم، كيف واحد بيحكي احسن، كيف واحد بيتواصل احسن، كيف بيركز على التعاطي مع الاخر من دون ما يتخانقوا سوا، نعمل مثل انجر مانجمنت. وكمان اوقات في قصص مثل هلا حاليا كثير الناس بالشرك بيشتغلوا عليها، اللي هي السوشيال ميديا، كل شيء اونلاين بزنس. وفي كمان اللي عم نشتغل، يعني اللي نحن بنقدمه هو خدمه مثلا البيبليوتيك او اللي قبل ما نحكي عنها النقطه بدي بس انتقل لجوزيت لتشرح لنا شو يعني مركز تعاضدي. هلا روحانيه التعاضد، فلسفه التعاضد كمان هيدي من الاشياء اللي بتميز هالمركز. مزبوط، ومن جذور بدايه الفكره، لانه لاحظنا انه وقت اللي بدنا نجي نعلم اولادنا، تنربيهم، تنسقفهم، تنشتري لهم ماتيريالز يقدروا يشتغلوا عليه هن كمان، اوقات الامكانيات كثير محدوده. والمشكله انه بالبلد إذا بدنا نعمل شيء اسمه إكسترا، وهو مش مفروض يكون شيء إكسترا، مفروض يكون هي مثل لقمة الخبز، بدنا نحط فوقنا وتحتنا. الفكرة الأساسية إنه نرجع على اجتماعياً الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى اللي أنا بعرف من اللي كنا نسمع وتربينا على هالفكرة إنه ما عندنا شيء نوردكم إياه غير
الفكر والعلم وهالكلمة اللي على الكتاب وعلى الصفحة. في ناس بيوقفوا بنص الطريق، في تلاميذ طلاب بيوقفوا بنص الطريق لأنه أهلهم ما بقى عندهم هالإمكانية أنه يكفوا لهم المواكبة، يا خاصة كخاصة لأنه في حاجات نفسية، يا خاصة كأنه في تكلفة مادية بدهم يتخصصوا بمجال ما عندهم الإمكانيات. هيدي الروح التعددية اللي مبدئيا يعني من مبادئكم بهالمركز كمان هو انه الثقافه لازم تكون بمتناول الجميع شو ما كانت الطبقه الاجتماعيه. المفروض ومش مسموح انه نوقف نقرا او نتثقف او نكون عندنا مواكبه تربويه لانه ما عندنا الامكانيات. ومن هالمنطلق كمان اطلقتوا مشروع اللايبرري او المكتبه بهالمركز، خبرينا عنها ايا. اللايبرري او المكتبه هي رح تسمح لكل الاولاد بس كمان لناس كبار، يعني احنا بلشنا نعتبر انه الولد ابتداء من عمره 6 سنين في يجي لعنا، في يقعد عاملين مثل ريدنج لاونج اسباس دو ليكتور، في يجي يقعد يقرا يعمل مطالعه، وكمان في يستعير كتب يردون، يعني في يستعير قد ما بده كتب ويردون، يعني على السيستم الاجنبي يستعيروا الكتب بمهنه معينه ويردوها قبل انتهاء المهنة. والفكرة هي أنه نحن كأنا كمديرة المركز وكل الأساتذة والستاف الموجود معنا رح نكون موجودين مع هالولاد مع هالناس الكبار مع الناس تنقدر نحفزهم يقروا، لأن نحن كمان مثل عملنا شيء أنه نقينا نحن الكتب اللي نحن بتأثر فينا تنحس أنه قادرين نعطيهم شيء منا، يعني ما بقى عندهم حجة أنه منهم قادرين يشتروا الفكرة كمان أنه في كاتب بيقول انه في ثلاث اشياء ما فين افرض على الانسان، هو انه يحب انه يحلم وانه يقرا، ما فين نقول له حب بدك تحب وحلم بدك تحلم وقرا تفضل، بدي اعطيه وقت، بدي يكون انا حده، هو عنده بدي اذا هو ما عنده اياها بدي روح جيبه من مطرح ما هو، مثل ما بيكتب كيركيغارد بدي جيبه من مطرح ما هو ووصله لمطرح ما نحن، لانه ما ممكن بدون وقت وبدون رغبة نحن عم نفهمه وعم نخليه يشعر انه نحن عنا اياها الرغبة وهالحب للعلم وللكلمة، اكيد مش رح يقطع حدا. نعم. لأي اعمار هون عم نحكي الاستفادة؟ ابتداء من السبع سنين وطلوع، ما منحط يعني عم نحكي طلاب جامعات كمان، كمان طلاب جامعات واساتذه او موظفين شركات مش حاطين حدود، لانه بعدني برجع بنقول يعني كمان بهيدي الثقافه تبع المركز، الثقافه والعلم ما مفروض يكون محدود قد ما فينا نعطي، اهلا وسهلا. بما انه هو مركز تعاضدي يعني عم تاخذوا شيء رمزي من الطلاب. مزبوط، ونسبة للمختصين متخصصين بالمجال التعليمي والتربوي، نسبة لهالشيء هذا والكواليفيكيشنز تبعهم بعتقد انه شيء رمزي جدا. نعم. ونحن اشتغلنا على الاسعار، رح ارجع اخذ فكره المدير الجروب اللي نحن متابعين له، الايديا بدنا نهذب السوق، مش مسموح بقى نبيع ثقافي بطريقه سلسه. اكيد. وين موجود المركز؟ المركز موجود بزوق مصباح، الطريق العام اللي بتوصل على جهيتها، البنك الاف ان بي فوق بنك الاف ان بي. نعم. نحن بطابق الثالث. كيف هلا ديجا بلشنا نحن، يعني اللي بيحب يجي يشوف بالمركز يشوف مزبوط شو عن شو عم نشتغل وشو المركز في يجي. التوقيت هو بالمبدا من ايام المدرسه، يعني لنقدر نحن نساعد قد ما فينا طلاب مدارس، يعني بعد دوام المدرسه، لا يعني من ابتداء من الساعه 11 للساعه 8:30 9 هيك، اكيد بس كمان وقت طلاب الجامعات ولا، وبالصيف اكيد بنبلش بوقت اكثر. وعندكم الفيسبوك بيج اللي حابب كمان يتعرف على تفاصيل اكثر؟ كل شيء سوشيال ميديا، ويب سايت، تويتر، فيسبوك، الماركتينج ديبارتمنت عم يشتغل عليه هلا، اكيد في اشياء بعدهم عندها كونستراكشن، بس انه عم نشتغل عليه. من هنيكم على هالفكره وان شاء الله يستفيدوا منها اكبر عدد من الطلاب ومحبي القراءه اللي اكيد نحن بحاجه لهم اكثر واكثر. اهلا وسهلا فيكم. وقفه جديده مشاهدينا ومتابعينا.